Les relations entre la France et le Maroc sont anciennes. Et nos dirigeants, encore il y a quelques semaines, ont reparlé de cette visite d'État, puisque le président de la République est invité au Maroc à effectuer une visite d'État, qu'il faut sans doute faire maintenant, dès que les dates seront trouvées. Et le roi du Maroc a refait son invitation au président de la République, peu cet été, lorsqu'il s'était parlé. Donc le président ira. Le président est invité, il nous reste à trouver des dates qui n'ont pas encore été trouvées. Je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun report puisqu'aucune date n'avait été fixée. Ahlan wa sahlan bikum. Fa hada al-halqa ghadi nrakzou ala al-kharja dial wazirat al-kharijiya al-faransiya Catherine Colonna ala al-telfaza al-faransiya smita LCI اللي كانت خرجة مخدومة مزيان وبمنهجية اللي ما عندها علاقة لا بالصدفة ولا بالمفاجأة، سواء في الكلمات أو في الموضوع اللي ركزت عليه أو المكان اللي تصورت فيه هذه الحلقة هذه. وبالأخص نعرفوا السر علاش اختار الفريق ديال وزيرة الخارجية صالون مغربي كامل باش يوصلوا الرسائل ديالهم كبلاتو. هذا الشيء اللي غادي نحللوه ونتوسعوا فيه من خلال معلومات ومعطيات مهمة. خليكم معنا وتابعوا الفيديو حتى الاخر، فيه معطيات مهمة وجديدة. وما تنساوش التفاعل بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بهذه القناة اللي هي قناة نتاعكم. مرحبا بكم جميعا مرة واحدة أخرى. وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قالت باللي الرئيس ديالها ايمانويل ماكرون تلقى دعوة رسمية باش يزور المغرب. من عند من هاد الدعوة؟ ما قالتش. في الواقع الدبلوماسي في البروتوكول المعمول به انه اللي غيعرض على رئيس شي دولة يجي للمغرب هو الملك محمد السادس، وهذا الشيء ما كاينش نهائيا في هاد الفترة هذه. وهذا تيعني ان وزيرة الخارجية ما تتقولش الحقيقة، والمعلومات اللي عندها مجرد تضليل، لأن العلاقات ما بين الرباط وباريس كتمر بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة. والملك هاد الأيام رفض يجاوب على هاتف ديال ماكرون. الدولة ما غتنساش أن ماكرون تجاوز الحدود ديالو بزاف، فاش هضر مباشرة مع المواطنين المغاربة في خطاب مباشر، وهذا ما تيقوم به الا شخص فاقد للتوازن السياسي والدبلوماسي ديالو وباغي يوصل المراد ديالو باي ثمن وباي طريقه. فرنسا باغيه باي طريقه انها تخلق واحد النوع من التواصل السياسي وشعبي مع المغاربه مباشره بتحييد المؤسسات كلها، لانها ما قدرتش انها تضغط عليها او تقنعها. المغرب مصدر حكومي قال بأن وزيرة الخارجية اللي قالت الزيارة ديال الرئيس ديال المغرب راه غير مدرجة في جدول الأعمال وما مبرمجاش نهائيا، يعني أن الرد كان مباشر وواضح وما كيقبل أي تأويل، أن ماكرون غير مرحب به في المملكة لا دابا ولا من بعد، لأن حرق الأوراق ديال العلاقات وتسبب في واحد النوع من البلبلة السياسية بين البلدين. واش نقولوا أن وزيرة الخارجية جابت هذا الكلام من راسها؟ لا، بحيث اي خرجه اعلاميه تواصليه كتهدف بها لتحقيق اغراض حالا او من بعد، وهذا الشيء اللي وقع. وزيره الخارجيه عارفه اش تقول، اي انها باغيه تقول للناس اللي باغيه الرساله توصل لهم ان راه كاينه قنوات تواصل ديال حكومتها مع الجانب المغربي، وخا المغرب الرسمي كيقول انه تيرفض هذه الزياره وتيرفض التواصل ايضا، ولكن راه تيتفاوض معنا من تحت الدف، هادشي اللي كتقول الوزيره، وهذا خبط وضغط غير مباشر على المؤسسات المغربيه اللي تسير اعاده ضبط العلاقات بالطريقه اللي بغاو هما ماشي اللي بغينا احنا، يعني انهم باغيين يخلقوا واحد الفجوه داخل المؤسسات الرسميه وما بينها وبين المغرب باش يختلفوا بيناتهم ويضعف الموقع ديال المملكة. كنعرفوا أن العلاقات الدولية ما فيهاش صاحبي، لكن المنفعة هي اللي خدامة، ولكن راه ماشي على حساب السيادة والثمن اللي تيدفعوا أي طرف في سبيل الإبقاء أو تحسين ذاك العلاقات. المصالح ديال المغاربة هو أن العلاقات مع فرنسا تتعاود تشكل بطريقة من غير هذيك اللي كانت شحال هذه لعقود طويلة من بعد الاستقلال.
خاص تعرف فرنسا أن المغرب منخرط بجدية وبإصرار في التحولات البعيدة المدى، وواعي أيضا للتغييرات الحاصلة للمجتمع الدولي ما بعد الغربي. هذا اللي خلى المصدر الحكومي غير المعلن أنه يقول على خرجة كورونا الإعلامية راها مبادرة أحادية الجانب، ومنحات لنفسها الحرية ديال إصدار إعلان خاص يتم التشاور بشأنه أنه تيتعلق بالهيكل العام ديال العلاقات الثنائية ما بين فرنسا والمغرب. هذه العلاقات خاصها تعاود تشكل على حساب المتغيرات اللي وقعت في هذه الثلاث سنين منذ زعزعات الثقة ديال في الرئيس الفرنسي سواء عند المغاربة أو الأفارقة. وشوف شنو وقع في بوركينا فاسو والنيجير وغيرها من الدول الإفريقية. المؤكد أن في مثل هذا النوع من العلاقات تتكون فقط قنوات عادية لتيسير الأمور غير الاستراتيجية، أو اللي كانت إلا كانت شي بنود في اتفاقيات بين الدولتين خاصها تمشي بشكل عادي. أما غير ذلك فالعلاقات متوترة حاليا، ما كتسمحش بمناقشة زيارة رئيس غير مرغوب فيه، وإذا تم التفكير فيها فكيتوجب أنها تمر بمحطات تنقية الأجواء اللي كتطلب وقت ومجهود كبير. ما خصناش نقولوا بأن فرنسا ديال ماكرون كتجسم النبض ديال المغرب، لأنها وصلت لواحد القناعة أن الطريقة باش تصلح العلاقات راه ماشي بالضبط ابتزاز سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي، ولكن مع الأسف بقي ماشية في نفس النهج وفي نفس الطريق وبأساليب ملتوية ومتخلفة في نفس الوقت. تيوصلنا للحديث على الإخراج ديال المقابلة، وبالأخص المكان اللي وقعت فيه هذه المقابلة التلفزيونية اللي هو صالون مغربي، وده عنده دلالات خصنا نقراوها في السياق الحضاري المغربي وكيفاش حاولت توظف هي للصالح ديالها. كنت سألوا على شكون هو هذا العبقري اللي افتعل الوزيرة وصحاب التلفزيون باش يديروا لقاء في صالون مغربي بالسدادر بالطلامط بالخدادي بالزربية، يعني فضاء مغربي خالص. اختيار بغاو به يوصلوا رسائل سياسية ثقافية فيها نبرة ابتزاز تحت الدف اللي اختار الصالون تيعرف المكانة ديال هذه الكلمة عند المغاربة. ضروري انك تدخل لشي دار كبيرة وصغيرة تلقى فيها مكان للصالون، راه ضروري حتى لو كان تنفق عليه واحد المجموعة كبيرة ديال الفلوس وبلا ما تستغلو، ولكن المهم غادي يكون حاضر. شي اللي بغات فرنسا توصلو تتقول على لسان الوزيرة ديال الخارجية راه حنا هما الصالون ديال المغرب في الدار ديالو، راه حنا هما الصالون في العلاقات الخارجية ديالو مع دول أخرى، وما عندكم فرق علينا. رسالة هذه الثقة في النفس الزائدة والتعالي والابتزاز ما عنده حد عند هاد الجمهورية ديال ماكرون. إذن من داخل الصالون قالت بلا ما ترمش أن العلاقات مع المغرب استثنائية. واش هاد الاستثنائية هي أن فرنسا تبتز المغرب تحاول تريب له كل شيء اللي كيبني سواء في علاقته الدولية، لأنه نوع الشراكات ديالو ما بقاتش مقتصرة على الجانب الفرنسي أو الأوروبي كامتياز، أو في اقتصاده أو في ثقافته أو في تراثه أو في التعليم نتاعو. الصالون اللي تيعرفوه المغاربة هو فضاء جميل أنيق تنخصوه الضيوف وعنده قيمة معنوية حضارية، كانوا تيسميوه في السابق القبة أو بيت الضياف، ومن التقاليد المغربية العريقة. والأساسي أنه مكان تيوقروا الجميع وماشي للاستغلال أو الاستعمال اليومي، بمعنى أن هذا الصالون اللي اختاروه هما كنوع من الرجاء الثقافي والدبلوماسي والضغط السياسي خاص يتحقق فيه الشروط باش يدخلوا، وهذه ما كايناش. الاستثنائية عند كورونا وماكرون هو محاربة المغرب في عقر دارو، تعدي على السيادة ديالو ومخاطبة الشعب ماشي ديالو. إذن ما كتحققوش الشروط ديال الصالون. فرنسا ما بغاتش تجاوب مع احترام السيادة ديال المغرب كما دارت اسبانيا. هاد الزيارة اللي قالت عليها وزيرة خارجية فرنسا بشكل منفرد على قناة RCI ما غاديش تم حاليا، لأن المغرب رافض منطق الابتزاز السياسي اللي تيمارسو ماكرون واللي معاه،
وكان هذا الشيء واضح مزيان في هذا الزلزال اللي بغات هذه الدوله هذه توظفوا الصالح ديالها على مجموعه المستويات. ماكرون سبق ليه اعلن على زياره مماثله للمغرب في 2022 وبشكل احادي ايضا حدد الموعد ديالها في اكتوبر من ذلك من ذاك العام هذاك. دازت السنه ولكن مازال تيسين العلاقات ما تتبناش بهذا الشكل المستفز الا اداره مازال تعتبر ان المغرب ملحقه فرنسيه غير اركب في الطياره ونزل فين ما بغيتي. بالشهاده ديال مصادر رفيعه المستوى سياسيا ودبلوماسيا اللي كتقول ان العلاقات مع فرنسا ماشي وديه وماشي جيده سواء بين الحكومتين او بين القصر الملكي وقصر الإليزي في فرنسا. كيفاش غتكون هذه العلاقات جيده والسفير المغربي غير موجود في باريس؟ وهذا اللي كيضبط العلاقات وكيمثلها علاقات دبلوماسيه وكيمثلها ما كاينش. الله يدير تاويل ديال الخير والى اللقاء.